السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي، نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد، تشكيلة لدوما اطفال بالكروشيه او تشكيلة هدايا، يعني اللي عندها مثلا غدا شي اسبوع وهذا حابه تاخذ هدية بحال هذه، رائعة جدا جدا. المهم نخليكم مع الفيديو، فرجة ممتعة. Thank you.
وهنا البنات وصلنا لاخر الفيديو. نتمنى تكون عجبتكم الصور الهدايا الجميله. نضرب لكم موعد جديد في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.